بمتابعة للأعمال الإنسانية اللي فعلا شهدتها المحافظة بعد طبعا كارثة الزلزال السادس من شباط مع الأسف، ولكن هذه الأعمال الإنسانية فعلا كانت نقلة نوعية بالمحافظة من خلال الجمعيات الموجودة وأيضا من خلال الأيادة البيضاء الموجودة بالمحافظة التي طبعا قدمت الكثير من المساعدات للمتضررين من هذه الكارثة. واليوم ما بدنا نحكي عن جمعية مزيك لإغاثة ونشاطات اللي كان فعلا إلى هذا الدور الكبير في المساعدات وتقديم المساعدات. بدنا نتعرف أكيد عن الأنشطة وكل ما قدمته من مساعدات إنسانية مع زميلتنا أسرار حداد الإعلامية وأيضا مديرة المكتب الإعلامي بالجمعية. بدي لك سعد صباحك. سعد صباحك، منورتينا. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير. صباح النور. ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا زلمة. بداية يعني تحكي لنا عن هاي الجمعية، كيف كانت الفكرة أو إمتى تأسست بالضبط؟ هلا مزيك انطلقت مع الحرب، يعني وقت اللي عشنا أحداث الحرب كنا عم نشتغل خلينا نقول بشكل عفوي وعام، وفيما بعد ترخصت الجمعية وإشهارها كان ب 29 أيار 2014. طبعا أهدافها من خلال اسمها هي مزيك للإغاثة والتنمية الإنسانية، فبالفعل اشتغلنا على برامج خلينا نقول بتقوي موضوع التنمية الإنسانية، اشتغلنا على كل ما يمت بصلة للإغاثة، مثلا الحرائق كنا فيها، الكورونا كنا فيها، بكل القصص اللي صارت وألمت بهذه المحافظة حاولنا نكون لنا أثر إيجابي بشكل عام. طبعا هذا الأثر الإيجابي اللي قدمته من خلال هيدي الجمعية، يعني الجمعية مثل ما ذكرتي ولدت مع الأزمة، يعني خلقت من الألم، من رحم الألم. هيدا الشيء أكيد كان له أثر كتير كبير. الأثر الإيجابي بالإضافة للأثر الأخرى بمحيط هيدي الجمعية شو كان أبرزه؟ هلا نحن الجمعيه بتشتغل لعده برامج، فبكل برنامج هو له اثر بجانب معين. نحن عندنا مثلا برنامج دعم وتمكين المراه بالشراكه مع صندوق الامم المتحده، هذا بيشتغل مثلا على في عندنا تدريب مهني، في عندنا دعم نفسي للسيدات واداره حاله للسيدات اللي بيتعرضوا للعنف مثلا. عندنا مثلا دعم كمان السيدات الحوامل، برنامج الحوامل والمرضعات اللي هو كمان مع الدبليو اف بي، برنامج الأغذية العالمي. عندنا مشروع ضخم هو مشروع سنابل التعليمي اللي افتتحه مبارح السيد الوزير، كان تماما شرفنا بوجوده وافتتح روضة سنابل بالشير. هي طفولة مبكرة. فكمان نحن بيشتغل مثلا برنامج سنابل التعليمي بيشتغل مع المتسربين، مع دعم الفاقد التعليمي، مع الشهادات بشكل عام الإعدادي والثانوي. عندنا عدة مراكز بالرمل، بالشير، بالدعتور، بالحفة عن جديد، يعني هدول صاروا بعدة مراكز، يعني صعب اذكرهم قد ما كتار. بالإضافة لأنه نحن عندنا برنامجين جداد هن أخذوا ضجة هلأ بهي الفترة إذا سمعتوا عنهم، هن برنامج الكاش كمان مع اليونيسف، وهو برنامج بيقدم منحة مالية لبعض الموجودين بالقرى، بس بده يكون عندك طفل مثلا بين الصفر وال 17 سنة وبده يكون موجود بالقرى المحددة طبعا الاتفاقية المشروع، وموجود قاطن في هذا المنزل، يعني مثلا نحن مخيم الفيض، منطقة العسالية، كل هاي المناطق تحركنا فيها سطامو. هذا مشروع الكاش. مشروع هايجين بروموشن هو مشروع كمان مع منظمة اليونيسف، بيسعى لتعزيز النظافة بشكل عام، بيعمل أنشطة، جلسات توعية عن الكوليرا، عن القمل، عن الديدان، كتير قصص. يعني بشكل عام هي البرامج. بالإضافة لأنه نحن افتتحنا هلأ مجمع العيادات بميدعة بدمشق، عنا مركز تعليمي بحرستا، عنا مركز تعليمي بميدعة، عنا مركز صحي بحرستا، يعني عم نتوسع بريف دمشق حاليا. بصراحة عم ندور وين في احتياج، عم نحاول نكون. يمكن هون تماماً تكمن الأهمية وجود جمعيات، بأنه نحن بنروح للشيء أو للفئة المحتاجة وبنسلط الضوء عليها، بنشوف شو الأمور اللي بحاجتها هي ونشتغل على هذا الموضوع. ذكرت كثير من البرامج، لكن خلينا نبلش هيك بس نذكر عن موضوع برنامج التعليم
لانه جدا مهم خاصه بموضوع المتسربين عن التعليم. نحكي شوي شو الاشياء الجديده خلينا نقول او شو الاشياء اللي حضرتكم كجمعيه تميزتوا فيها بهي الاشياء. هلا نحن مشروع سنابل هو مثل ما ذكرت هو للمتسربين وللشهادات ولدعم الفاقد التعليمي، يعني نحن يوميا عندنا فرق سنابل بتتحرك بكل مراكز الايواء بالاضافه لعده اماكن معينه، يعني هلا مثلا نحن بريف القرداحه والريف الشمالي، مركز طفوله المجتمعي بالدعتور، بكثير محلات المدينه الرياضيه اسطنبول، حف الشير، الدعتور، كله بنتحرك ويوميا عندنا كادر تعليمي مدرب بيعود الأطفال والشباب عن ما فقدوه بمرحلة الزلزال وحتى في مرحلة الأزمة. يعني احنا كتير عندنا متسربين حتى من الأزمة، أنا بقول لهم اليوم الفقر موجود من قبل الزلزال وكارثة كمان الفاقد التعليمي موجودة من قبل الزلزال. هلأ الزلزال أثر بشكل أكبر، فاقم للحالة كتير، لأنه كتير صار في أطفال تاركين المدارس، نحن بنعرفهم موجودين بمراكز الإيواء، هدول اللي عم نتوجه إلهم. هلأ أنا جايبة مجموعة أرقام بصراحة لأنه مشاريعنا كتيرة، يعني نحن اليوم وصلنا لأكثر من 3000 طفل بمشروع سنابل. الطفولة المبكرة هي من 5 سنين لأصغر 250 طفل. عندنا مشروع كمان ضمن سنابل اسمه مشروع الحماية. شو بيتضمن هذا المشروع؟ الحماية هذا توجه خصوصا مرحلة الزلزال لكل الفاقدي المعيل، صاروا مع العائلات المصحوبة، بنقول لهم العائلات الممتدة، صاروا اسم أطفال مصحوبين مع عائلاتهم الممتدة. يعني مثلا طفل فقد والده بالزلزال وهلا صاير عايش مع عمته، يعني ما نقدر ايتام. طيب وهذا المشروع شو ايه؟ هذا نحن اول شيء بنبلش بالحمايه، يعني نحن موضوع الحمايه والدعم النفسي اللي بنقدمه كثير كبير. يعني خلينا نقول زرناهم بالمشافي من البدايه، عندنا فريق مدرب للدعم النفسي والاسعاف النفسي الاولي، كمان هذا موضوع الطبي، نحن يعني انا موضوع الطبي قد ما بحسه انه هو اوريدي موجود بموزيك بشكل عفوي دائما. نحن مثلا عندنا نقطه طبيه كانت ثابته بيوسف نداف، وعندنا عياده مجتمعيه فيها موجوده بالرمل الجنوبي بتقدم كافة الخدمات والأدوية، ما رح أقول بشكل مجاني ولكن شبه مجاني. خليني أرجع لك على التعليم. كمان عندنا مثلا بالنسبة عندنا مركز سنابل التعليمي، هذا موجود بسوق التجار وموجود بالرمل، هذا كمان بنستهدف فيه الشهادات. حتى مراكز الإيواء بنعلم الشهادات، يعني نحن مبدئيا كله بنشتغل على قصص التعليم. وكنت عم تسألني على دور الجمعيات، مثل ما ذكرت حضرتك يمكن دور الإعلام أنه يسلط الضوء على المشكلة، يسلط الضوء على الاحتياج، ولكن واجب الجمعيات اللي هي نوجده من, من, من رحم الحرب، نوجده من رحم الأزمة، لازم يكونوا هن عم يسدوا هاي الثغرات اللي عم تمر بحياتنا اللي عم يعانوها الناس، يعني صحيح. بشكل عام يعني ما شاء الله عنكم، يعني هو عمل متواصل مثل ما ذكرتي مع سنوات الحرب وايضا بعد هذه الكارثه مع الاسف، وضاعفت الجهود دائما بتضاعف هي بالازمات، والا هي يعني عمل مستمر لكن بالازمات دائما الجهود مضاعفه، ودوركم كان كثير واضح يعني خلال هيدي الفتره والفتره الاخيره. يعني هذا الموضوع يمكن تعب عمل شاق، يمكن مرهق طويل لكم، فحكينا كيف كنتوا تنظموا هيدا الموضوع، كيف كنتوا تتعاونوا مع بعضكم أفراد الجمعية؟ أكيد نحييهم فردا يعني أنا يعطيهم ألف عافية. خبرينا عن دوركم بأفراد الجمعية، كيف نسقتوا ووزعتوا الأدوار؟ برجع بقول لك نحن الجمعية أنا بحسها منظمة، يعني أكثر ما أنا جمعية، قد ما فيها برامج، قد ما فيها أفراد بتشتغل فيها أفراد كثير. نحن اليوم أكثر من 700 شخص بالجمعية، ما شاء الله فعلا هي منظمة. هذا غير المتطوعين، يعني أنت عندك اليوم 600 متطوع، بنشتغل على تنمية قدراتهم، بنعمل لهم مهارات تواصل، بنعمل لهم دورات تصوير، بنعمل لهم دورات بالدعم النفسي، دورات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، كثير قصص بنشتغل عليهم. هذا غير الحيز الطبي، يعني مثلا نستقبل المتطوعين اللي عندهم عم يدرسوا طب أو كذا، بندخلهم ببرامج بحيث تهيئهم لأنه هن يكونوا متواجدين. يعني نحن يعني عن جد تحية لكل العالم اللي عم تشتغل بهذا المكان، قد ما فيه خليني أقول زحمة شغل محبة، بس بنفس الوقت في تنظيم،
لانه كل حدا اخذ دوره يعني كل حدا قولا واحدا. والشكر الاكبر اكيد لرئيس الجمعيه سيده اميمه حمادوش اللي هي الام الحاضنه لكل هذه المشاريع، يعني بعفويتها بمحبتها عن جد شغل جبار، بس يعني نحن موجودين مشان هدول الناس. صحيح، يعطيكم العافيه. يعني ذكرت نقطه كثير مهمه انه الشخص الصحيح بالمكان الصح له بينجح وبيبدع وبيقدم وبيعطي، وخاصه اذا كان عنده هي الرغبه بالتطوع وبالعطاء، وهذا شيء كثير مهم. فاليوم نحن بدنا نسالك مثلا كمتطوعين، كيف ممكن الشخص يتطوع؟ مثلا على سبيل المثال شخص مهندس، شخص اعلامي، شخص طبيب، كيف ممكن يقدم ويتطوع بجمعيتكم؟ هلا نحن بنفتح باب التطوع كل فتره، يعني بنشوف شو عندنا احتياج وبنفتح باب التطوع. هلا كونك ذكرت موضوع التطوع، انا بدي كمان وجه شكر لكل الناس، يعني ما بتتخيل كم المتطوعين اللي قدموا خدماتهم لانه يكونوا موجودين مع موزايك بالزلزال، مو بس موزايك، كل الجمعيات. صحيح. لانه بالزلزال الناس الرغبه عند الناس بانها تخدم بعضها كانت كبيره، ونحن كموزايك قدمنا كثير قصص، قدمنا بالجانب الطبي مثلا حليب، حفوضات، طبعا كله بالتعاون مع مديريه الصحه، مع منظمة الصحة العالمية، يعني كتير قصص. كمان قدمنا مثلا مراكز إيواء، مراكزنا بالبداية هلأ اللي ذكرتها أنا مثلا هي مراكز تعليمية، من بداية الزلزال كانت هي مراكز لإيواء الناس مرحلة معينة، هي بخلينا نقول بالأولى مرحلة الفزعة اللي هي أول ما صار الزلزال، الناس لسه ما صحيت يعني من اللي صار، صدمة، كنا مصدومين الكل. المرحلة اللي بعدها عملنا مشروع كان بيوت، استأجرنا أكثر من 80 بيت مع معداتهم، يعني مع كل ما يلزم لعائلات كانوا موجودين بمراكز إيواءنا. نقول الرعاية الكاملة للمتضررين تماماً. من كل النواحي، يعني فعلا كنتوا هيك شبكة من تماماً. كل النواحي. بالإضافة لأنه عندك المطبخ التطوعي، يعني أنت عم تحكي ب 3500 وجبة المطابخ الميدانية يومياً اللي تتوزع. يومياً عم تتوزع على مراكز الإيواء، يعني كانت موزايك خلينا نقول إلى الحصة الأكبر، يعني مثلا جمعية بتطبخ ل 500 كذا، موزايك كانت يومياً بدها تطبخ 3500 وجبة للناس الموجودين بمراكز الإيواء، طبعاً كل حدا محدد قسم معين من خلال مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وأكيد شكر كتير كبير لدعمهم للأستاذ عمار أحمد، كمان دعم كتير كبير لجمعيتنا ولكل الجمعيات بهي المرحلة. أكيد بدها تكون يعني هي بعملية تشابك وتنسيق وتعاون لحتى نكون كلياتنا إيد وحدة. نشاطاتكم القادمة يعني شو كمان حابين توسعوا؟ هو ما شاء الله كتير يعني، بس يعني عندكم شيء جديد لسه في هلا؟ خلينا نقول في عندنا كتير قصص أو برامج، خلينا برامج. هلا نحن في عندنا توجه للأطفال، من فترة عملنا فعالية ضخمة كانت من خلال مشروع الحماية، كان فعالية عن الأطفال اللي ذكرتهم، هن الأطفال فاقدي المعيل، يعني طفل فقد أهله وعايش مع بيت خالته. طيب إذا خالته عندها 5 أولاد، فأنت اليوم صار عندها طفل عم يعيق خلينا نقول، أو عنده مصروف إضافي، يعني تربيه مع أولاده إيه، بس هذا الولد بده يدخل مدرسة، بده يلبس، بده يتطبب. فحتى كنا بشغلة اسمها كفالة يتيم الزلزال، فصار عندنا عائلات بتكفل يتيم. عن جد شكر كتير كبير للناس اللي قدمت. يا زن سألتني عن التطوع، سألتنا عن العالم، الكميات الهائلة من الناس من المجتمع المحلي، كان في حب كتير. مستحيل يعني انا ليك بنم البدني قد ايه يجينا، بيجيك ولد مثلا جايب لك لعبته انه بس اعطوه لحدا، يعني جد كانت قصص وحكايات. الناس بالمراحل الاولى مثلا تنزل صندويش على الجوامع كذا، يعني كثير. وموزايك الحمد لله مصداقيتها، هي الفكره، ثقتها، ثقه الناس فيها خلتنا انه نكون نحن ملجا للناس اللي برا واللي هون، السوريين الاصيلين اللي حبوا يعطوا لأهلهم وناسهم ويكونوا جنبهم. طبعا نحن صعب نعوض الناس على اللي فقدوه، ولكن هي حاولنا نكون طبطبة، خلينا نقول طبطبة خفيفة لنخفف الجروح. بدي لكم عن جد شكرا كثير لك، وشكرا لموزايك، وشكرا لكل الناس اللي بتشتغل بحب، وكل الناس اللي بتشتغل خلينا نقول من دون مقابل، همها فقط هي ازاحه الوجع عن اخوه وعن جاره والى اخره. بدي اقول لكل الاشخاص اللي دائما عندهم هي روح التطوع، انا كثير بحب هي القصه انه الشخص المتطوع فهو اللي بيقدم شيء بيملكه، فهو يعني ناجح وبيقدم كثير شغلات لقدام. فشكرا كثير لكم، شكرا لجهودكم. شكرا لكم.
شكرا كثير لكم اكيد. شكرا لكم وشكرا لكل المجتمع المحلي برجع بعيد، وشكرا لكل الجهات المسؤوله الداعمه، وشكرا لمتطوعينا لانه نحن من دونهم ما بنقدر نكمل، متطوعينا موجودين بكل مراكزنا ولليوم عندنا مناوبات وعم يكونوا مراكز الايواء، فشكرا كثير لهم وشكرا لكم لتسليط الضوء على اهميه الجمعيات الخيريه بشكل عام. اكيد واجبنا زميلتنا اسرار حضرتك مديره المكتب الاعلامي جمعيه مزيك للاغاثه والتنميه الانسانيه، شكرا لك. شكرا لحضرتكم. هلا من دور الجمعيات يعني اللي كثير كثير مهم، ودائما هي الروح الحلوه التشاركيه اللي انا بعتبرها مثل ما قلت لكم انه كثير شغله مهمه واستمراريتها كثير مهمه.